مرحبا مرة تانية. رح نقول اسمي بعد شوي بتعودوا عليه حتى ما كرروه. أنا عماد مكحان ورح أكون your anti-aging coach and mentor. رح أحكي شوي عن services. Services هني خدمات بيقوموا فيها أطباء ومحترفين كل واحد بحق الاختصاصه لا يقدر أقدمكم بوكي من أشياء ممكن بلشوا تنقوها. أنا بصفتي المنتور والكوتش أكيد في غيري بالسايت رح أقدر ساعدكم تختاروا من هالبوكي اللي هو مناسب للأهداف اللي ممكن أنتوا عم تكونوا عم تطلعوا عليها أو عم تفكروا فيها لتحققوها. ومرة جديدة هذه الخدمات بداية رح تكون فور فري لتقدروا أنتوا توصلوا للأشياء اللي ممكن مفيدة لتطلعاتكم ولحتى نحافظ على شباب وحيوي ونشاط دائم. هذا أهم شيء من الأهداف اللي نحن ممكن نتساعد نحن وياكم. بالسيرفيسز رح تشوفوا أطباء. هالأطباء عم يقدموا خدمات متصلة بهالصحة المتفوقة اللي نحن ممكن عبر هالأطباء المحترفين يقدموا لكم إياها. عنا أكيد خدمات ممكن دايتيشن يقدمها، شو ناكل وشو نشرب بالوقت المناسب. وحتى بالسيرفيسز بنقدر نبعث لكم كل شهر الاشياء اللي ممكن تستفيدوا منها، تطبخوها بالبيت وتحضروها انتوا على طريقتكم تستفيدوا منها مباشره، او ممكن نوصل انه نقدم لكم وجبات واصله لعندكم على البيت. اكيد تباعا تفاصيل رح نقولها، بس عم نحكي هلا لتكونوا انتوا على اطلاع شو هن السيرفيسز. وأكيد يعني طبياً وعلمياً رح نكون عم نقدم أشياء نوعدكم تكون متفوقة بالنسبة للموضوع اللي عم نحكي فيه، وهذا يمكن أهم شيء. بس بالإضافة للعلم وللطب كذلك الأمر جمعنا أشياء جاي من كل أنحاء العالم لناس عمروا طويلاً، لمجتمعات بعضهم بيوصلوا لعمر مديد وبعضهم عنده صحة وعافية ونشاط متواصل. ف أنا شخصياً وغيري بالسايت يمكن أنا صرفت أكثر من 30 سنة من حياتي لأني سافرت وجمعت كثير من الأسرار اللي هي خاصة. أكيد هيدي رح تكون بخدمتكم أنتو بالوقت اللي بتصيروا أكيد منتسبين لهيدا النادي. فالسيرفيسز كذلك الأمر إذن طب وعلم وأمور متوارثة عبر الأجيال لناس عمروا طويلاً. رح تشوفوا بالبانل اللي هن الاختصاصيين والدكاترة في ناس اختصاصيين بالسبور، أوكي، وهو سبور له علاقة باليوغا مرتبط بالأنتي ايجينج بفكرة الأنتي ايجينج. في أشياء موجودة رح تكون بالإنرجي وورك اللي متاخدة من الصين ومن كوريا ومن اليابان. أكيد هدول المواضيع أكيد رح تكون بخدمتكم، رح تطبق بالنوادي مطرح ما أنتم. ودايما نحن أونلاين، يعني في كتير أمور من الكونسلتيشن رح تنعمل أونلاين، يعني بنقدر نستعمل تقنيات تبع الواتساب تبع الفيديو كونفرنسز أو سكايب أو أي وسيلة تانية مريحة لكم، نقدر نعمل هالكونسلتيشنز تستفيدوا منها مباشرة. ونحن دايما عم نكرر نحن منا information oriented، we are solution oriented. نحن بنقدم لكم أشياء توصل مباشرة للتطبيق، وهذا نحن اللي بنفتخر فيه لنقدر نكون عم نقدم شيء فعلا متميز عن الآخرين. مثل العادي بفيديو واحد ما رح نقدر نشرح كل التفاصيل، بس رح تكون دايما هاي بداية لحتى سوا إن شاء الله نقدر نوصل لكل القضايا بتفصيلها اللي ممكن سوا نقدر نستفيد منهم while we are growing into the idea of anti-aging. أوكي؟ يلا إلى لقاء آخر يكون عم نشرح فيه أكثر.